مرحبا، اليوم رح نعمل الملوخية على الطريقة السورية. نحتاج طبعا ملوخية، زيت نباتي، ثوم ودجاج. نحتاج كزبرة ناشفة، ولسلق الدجاج نحتاج قرفة، أعواد طبعا، هيل حبوب، بصلاية، ملح، وورق اللورة، ونحتاج مكعبين من الماجي. الخطوة الأولى نقوم بتنظيف الملوخية من الأعواد. شايفين بهالشكل؟ ننزع عنها الأعواد بهالشكل. بعد ما قمنا بتنظيف الملوخية راح ننقعها بالمي البارد لمدة نص ساعة. نضع القليل من الزيت، نقوم بقليل دجاج، قليل حطب، نضع القليل من بهارات الدجاج، نقوم بقليل دجاج. ريحة الدجاج يا عين. بعد ما قلينا الدجاج قلية خفيفة راح نضيف تقريبا ربع طنجرة ماء. بعد ما فار الدجاج قوم بتنزيل البصلة وبقية البهارات مع الملح. بعدها نقوم بهرس الثوم، بعد ما انتهينا من هرس الثوم نقوم بتصفية الملوخية من الماء بهالشكل. نضع قليل من الزيت والكزبرة، رح ناخذ نص كمية الثوم، نضيف الملوخية، نقوم بتخليط الملوخية مع الكزبرة. بالمرحلة الأخيرة من سلق الدجاج أضع مكعبين المرق. هذا الشكل النهائي للملوخية بعد ما قليناها. نقوم بوضع اللحمة في صحن ونقوم بتصفية. بعدها نقوم بفرد اللحمة بهالشكل. نزيل الجلد طبعا، نفرد بقية اللحمة بهالشكل. خطوة بعدها نضع اللحمة مع المرق، نضع الملوخ. نقوم بتقليب اللحمة مع الملوخية بالشكل، نتركها لمدة نص ساعة ونرجع. نضيف ربع ساعة من الوقت أنا قمت بتحميص الثوم وأقوم بوضع على الملوخية. أقوم بتحريك الملوخية بهالشكل. وأوطي النار
على أخفشي وأتركها ربع ساعة. هذا الشكل النهائي للصحن. صحة وعافية.